تعرض الفنان حسن الرداد لحالة هجوم كبيرة جدا في فترة أخيرة، خصوصا بعد فيلمه الأخير عشان خارجين واللي اتهموا البعض بتكرار نفسه. كاميرا عرب وود قابلت الفنان حسن الرداد في لقاء حصري جدا للبرنامج، وكشف لنا عن حقيقة الهجوم اللي تعرض له، وهل هو نقد بناء ولا هجوم. النقد ده معمول عشان الناس تنقدك بشكل فني، وتقدر ان انت تشوف تسمع الكلام ده، ممكن في حاجات تقتنع بيها يبقى ليك وجهة نظر، او ما تقتنعش بيها وتبدا تعدل من نفسك في الحاجات اللي الناس بتلفت نظرك ليها. لكن قله الادب والتجريح والكلام بشكل غير لائق ده سهل، يعني كلنا نعرف نبقى قله ادب ونبقى لساننا طويل، لكن في فرق، في ناس محترمه وفي ناس مش محترمه، في ناس مؤدبه وفي ناس مش مؤدبه. انا اقدر جدا ببساطه جدا ان انا انتقد حد باسلوب كويس، لكن واقدر ان انا بقى قليل الادب في نفس الوقت. حقيقة موضوع الهجوم على حسن الرداد مش مجرد هجوم صحفي او مجموعه من الصحفيين عليه. الشركه المنتجه للفيلم بتاع كلب بلدي عندها موقع، الموقع ده هي بتستخدمه عشان تضرب بيه الايه، ان مثلا حسن عامل فيلم قدامهم خبط في حسن، فلان عامل ايه كده، يعني درع معروف في الوسط الفني الموضوع ده كويس جدا. فجم نزلوا خبر اهبل قوي، ان جابوا صورة قديمة من سنتين وانا بحضر فيلم ماتش برشلونة وكان باريس سان جيرمان. فالمهم دخلنا الماتش فلقيتهم منزلين خبر وفي العيد ان حسن الرداد عميل قطر ومش عارف ايه وبتاع وكده. طبعا حاجة خبر يعني يضحك جدا، وما ردتش عليه لان السوشيال ميديا اساسا كلها كل الناس قعدت تتريق عليهم وتكتب عليهم وبتاع. فطبعا موقع تملكه شركة منزل فيلم قدامك وجايبين خبر لصورة يعني باين اهداف الموضوع وعادي. فمن شوية يعني من كام يوم كده او منزلين هذا الموقع برضو تاني او منزلين ايه خبر تاني. الخبر التاني ده برضو ما ازعجنيش، لان هو ده دليل، هو الخبر ده مش نقد، هو تجريح فيه. لكن هو وضح سبب هجوم شركة الانتاج عليه، وهي نفس الشركة اللي كان تعاون معاها قبل كده في فيلم نظرية عمتي مع الفنانة حورية فرغلي. تتجوزين يا مجودة؟ تتجوزني؟ تتجوزيني؟ انت فاجئتني. كرة طفت قدامي حطيتها في الجون، نادي الحكم بيصفر تسلل، ما اهدتش غير لما سلمت له الشوط. بيقول لك ان انا كنت في حوار وما جبتش اسم فيلم نظرية عمتي اللي هم ان انا عملته معاهم اللي هو السبب فيا وفضل وبتاع ومع نجمه كبيره بحجم حور، يعني كلام بصراحه كله في الهلهطه. اولا هم ما لهمش فضل عليا ولا حاجه، يعني فاهم انت، انا اللي عملت لهم يعني الحمد لله فيلم اساسا الفيلم حلو ويعني بشهاده الناس كلها الدور بتاعي هو احلى حاجه بالفيلم. كمان اتهم حسن الرداد شركة الانتاج انها بتستغل مجموعة الصحفيين علشان توجه ليه الانتقادات. هو انت بتتكلم معايا بالاسلوب ده وان بتزق صحفيين، الصحفي ده اساسا اللي هم بعتينه اللي هو بيكتب ده تحت اسم مستعار، انا عارف اسم الصحفي وممكن اقضيه، بس هو يعني بيستغلوا شباب صغير صحفيين لسه طالعين ياخدوا قرشين يكتبوا حاجه لسه مش فاهمين. ورغم ان فيلم نظريه عمتي من الافلام اللي اشاد بيها النقاد والجمهور، الا ان حسن الرداد قرر ان هو يسيب الشركه وما يتعاونش معاهم تاني. هما كانوا عايزيني اشتغل معاهم حاجات ولكن انا يعني مشيت، وبالمناسبه هم اصلا لسه مكلميني ان انا اعمل معاهم اعمال قبل الفيلم بتاعي واثناء الفيلم بتاعي ما بينزل. كلموني، ممكن يطلعوا لك ما كلمناش، بس هم كلموني عشان اتعاقد معاهم وانا اعتذرت. والدليل على كده ان في ازمات لو انت تفتكر حصلت مع بعض النجوم زي مثلا كريم عبد العزيز ومحمد امين راضي والمخرج محمد ياسين، اسالهم ليه مشيوا من الشركه. كمان سالنا حسن الرداد عن رايه في الانتقادات اللي تعرض ليها بسبب اتهام فيلمه الاخير عشان خارجين انه مقتبس من فيلم اجنبي. مش منقول من فيلم اجنبي، في فكره متاخده او في فكر اللي هو سوء التفاهم ده، وهتلاقيه موجود في حاجات كتير جدا، فاهم؟ ففكره ان الاثنين بيتقابلوا مع بعض وقعدوا او حصل موقف في سوء تفاهم فايه دخلوا في حاجه كبيره يعني.
حسن الرداد اعتبر فيلمه عشان خارجين جاي في المرتبة الثانية في ايرادات افلام العيد بعد فيلم احمد حلمي لف ودوران. الحمد لله الفيلم ايراداته حلوة جدا، فيلم داخل في 14 مليون دلوقتي، لف ودوران وبعد كده البس عشان خارجين. بعدين؟ بعد كده كلب بلد وحملة فريزر قريبين من بعض. ومن بين بقى حملة الانتقادات اللي تعرض ليها حسن رداد هي رقصته في الفيلم، واتهموا البعض انه بيكرر نفسه بنفس الرقصة. انت عندك الاستاذ عادل امام كل افلامه بيرقص فيها، فاهم انت؟ عندك وبيغني فيها، والاستاذ احمد زكي الله يرحمه يعني، فاهم؟ فاقعد اعدلك الافلام، فلا مفيش تكرار ولا حاجه. كمان تعرض لانتقادات وتم اتهام فيلمه عشان خارجين بانه بيشبه بشكل كبير فيلمه اللي نزل قبل كده زنقه ستات. هدي حتتين عروسه ليلى مراد ليه مش ماتت باين؟ هات الواد الامور الاوفر ده ينقذني ونخلص. اه يا بنت المدلوقه ممكن تشير لي اللوكيشن على الواتس؟ اه حاضر من عينيا. زنقه ستات، اولا الشخصيات بتاعتنا انا وايمي مختلفه عن الشخصيات في الفيلم. ده ولد هلاس بتاع بنات، ده مالوش في حاجه وعايز يتجوز وكل شويه بيلاقي بنات تافهه فبيعرفش يرتبط بيهم. هنا هي بنت من طبقه شعبيه، هنا بنت نظيفه جدا. في الفيلم الاولاني انا عندي قصه مختلفة. كمان كشف لنا عن سبب تمسكه بالفنانة ايمي سمير غانم وتكرار التجربة معاها في الفيلم الأخير. احنا حابين نشتغل مع بعض لأن احنا الحمد لله ناجحين جدا مع بعض، وفي تفاهم كبير جدا، ولو كان الكلام كده كنت زمان بقى تقول لأستاذ فؤاد مهندس أنت ليه مصر على شويكار؟ فكنت هتحرمنا كجمهور في العالم العربي من كل الإبداعات الفظيعة اللي هم عملوها كثنائي بالأفلام بتاعتهم. تقريبا كل افلام مدام شويكار تقريبا مع فؤاد مهندس، الفيلم الجاي مش هنبقى مع بعض فيه. لقاءنا مع الفنان حسن الرداد لسه ما انتهاش، وهنكمله بكره معاكم وهنعرف منه تفاصيل كتير عن حياته واخباره الفنيه. منورين. دول مليون جنيه يا ابني. ما انت عارفه ان هم مليون جنيه، بتديهم ليه للكلاب؟ اتنين مليون جنيه يا اما هموتكم الاثنين. لا حضرتك انا ما بتكلمش الماني. اوه ماي جاد. 500,000 جنيه يا حاج اهو كده حضرتك. انا مش هدفع زكاه تاني طبعا. طب وبالنسبه لرمضان اظنه برضو ولا خلاص كده بعيد عني؟ جابكم منين ده؟ من دمياط يا حبيبتي. هي دمياط فيها بضاعه حلوه؟ لا وفي منه بقصي.